بروتينز. الليبو بروتينز، نعرف الستركتشر من الاسم، ليبو يعني ليبيد، بروتينز يعني بروتينات. ليبو بروتين يعني بروتينات دهنية، بروتين وهي جزء ليبيدز. They are lipids, protein complexes. Lipids, protein complexes found in plasma. Occurrence in plasma. They are non-covalent assemblies. يعني ارتباط البروتينز with lipids not covalent. يعني ما مرتبط وياها بأواصر covalent تساهمية. يعني ماكو ارتباط أواصر تساهمية، مو structure، هو مجرد assemblies، تجمعات assemblies. The protein part of lipoproteins is called تتكون من مثل ما قلنا من جزئين، جزء بروتين أو جزء شنو lipids. جزء البروتينز بالليبوبروتين شو يسموه؟ أبو ليبوبروتين أو أبو بروتين. شنو معنى أبو؟ كلمة أبو باللاتين معناها الناقص، يعني وظيفته ما متكاملة. أبو ليبوبروتين والأبوبروتين ما يشتغل إذا ما كان وياه البروتين الليبيد بارت، بروتين يعني عمله ناقص ما يشتغل. هسه بيسمونه أبو ليبوبروتين أو أبوبروتين. Non-covalent forces hold the protein and lipid together. مثل ما قلنا الليبيد والبروتين ما مرتبطين بأواصر كوفالنت تساهمية، حيث لازم يجي إنزيم يكسر هذا الارتباط. مجرد تجاذب الكتروستاتيك فورس أو هيدروجين بوندينج أو يعني أكو ست عوامل، ست شغلات أو عوامل فاكتور هي تثبت المركبات مع بعضها، أو قوة يسمونها فاندربالس فورسز لا سامعين بها. هاي المهم هي نون كوفالنت، ماكو أواصر تساهمية تربط البروتين with lipids بالليبوبروتينز. شنو تركيب هذه الليبوبروتينز؟ الليبوبروتين ستركشر consists of non-polar lipid. مثل ما صنفنا lipids non-polar وpolar. non-polar البولر اللي بيها جزء قطبية بصورة جزئية، تصنف ثلاث أصناف، class 1 class 2 class 3 حسب درجة البولاريتي مالتها. المهم هنا نتكون من non-polar lipid. وين موجودة؟ the core، هي على شكل البروتين على شكل بول مثل الكرة. أكو أشياء موجودة على السيرفس وموجود أشياء موجودة in the core مثل ما شفتوا بالمحاضرة structure بآخر المحاضرة. هذه مين متكونة؟ بروتين موجود in the core، والليبيد وين موجودة؟ العفو الليبيد موجودة non-polar lipid in the core، هاياها اللي هي triglyceride. شوفوا هاي non-polar triglyceride، كنا تصنف من الكلاس 1 اللي هي non-swelling non-soluble in water. هاي triglyceride شوفوها، هذا الفاتي أسيد وهذا جزء اسمه الجلسرول. هاي طريقة يعبرون بها بالرسم عن الترايجليسرايد. كوليسترول أستر أيضا، هذا كوليسترول أستر هم نون بولر ليبيد، نون سويلينج ونون سوليفايل. هذا نون سويلينج ونون سوليبل إن ووتر، كوليسترول أستر وترايجليسرايد. وين موجودة؟ إن ذا كور، إن ذا كور. وشنو نرجع؟ والدايجليسرايد موجودة the outer surrounded by apoprotein and more polar lipid. محاطة بهذا الكور، بيبقى محاطة بالأبوبروتينز and more polar lipid. نرجع محاطة بمن؟ هاي الأبوبروتين، أيهم قسم نوعين،
بريفرر ابو بروتين و انتجرال ابو بروتين. بريفرال وانتجرال، هذا البريفرال وهذا الانتجرال. ومور بولر ليبت، هذولي الليبت اللي بيها تقريبا شنو بولاريتي، اللي بيها سوليبلتي. قلنا دائما اذا كان المحيط اللي موجود به الليبت اكيوس مائي، يكون الجزء المشحون للخارج وجزء الهيدروفوبيك اللي ما بيشحنه للداخل. بالعكس اذا كان مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه، اذا كان جزء المحيط الموجود بي الليبت فات، مو ووتر مو اكيوس، فات، يكون الجزء ما مشحون للخارج والجزء المشحون للداخل. هنا باعتبار البلازما تقريبا في شيء اكيوس مائي بشحنات، فيكون الجزء البولر المشحون الهيد اللي هنا يكون للخارج، وهذه التيل هاي الفاتي اسيد هيدروكربونيك سايد تشين صايره للداخل. هذه مور بولر ليبيد والابوليبا بروتين، هذولي هذا بريفرال وهذا انتجرال. Outer apoprotein and polar lipid coat the lipoproteins. هذا الجزء الخارجي من البروتين والبولر ليبيد، هاي الغطاء هاي القشرة شو يسوي؟ solubilize these lipid rich particle in aqueous plasma. هاي هي تخلي هذا المكون أو الجسيمات البارتيكل اللي هي غنية بالليبد، مع ذلك راح تخليها ذائبة بالبلازما. ليش؟ بسبب وجود البولر ليبد والأوتر أبوبروتينز. نرجع للفتشي الكلاسيك، كل مرة ناخذ الترديشنال اللي هو الكلاسيفيكيشن. كل ما ناخذ مركب أخذنا تسميته، وجوده وين، وتصنيفه. نجي إلى كلاسيفيكيشن أوف لايبوبروتين. شنو تصنف اللايبوبروتين؟ تصنف بطريقتين، بالاعتماد على الدنسيتي وبالاعتماد على وجود جهاز يسمونه الكتروفورست. بالاعتماد على الدنسيتي على كثافتها، لما يخلوها بجهاز اسمه هاي سبيد اور الترا سنترفيوجيشن، يعني بجهاز الطرد المركزي على السرعه، الترا سنترفيوجيشن. لما يخلون البلازما بهذا الجهاز، راح تصير الليبوبروتين تصير اربع طبقات بالاعتماد على كثافتها. الجزء الاخف، طبعا نجي لهاي الملاحظه، density of lipoprotein inversely related to the lipid contact، يعني الجزء اللي بيه ليبيد اعلى the greater ليبيد كونتنت lower in density، الجزء اللي اقل كثافه تكون محتواه من الليبيد اعلى. فاهمين؟ فاهمين طلاب؟ الو؟ نعم دكتوره. اي دكتوره فاهمين الكلام؟ اي يعني نقدر نقول علاقه عكسيه بيناتهم. كل ما كانت الكثافه اعلى قل محتوى الليبيد، وكل ما كان الكثافة أقل ارتفع محتوى البروتين، زاد محتوى الليبيد. تصنف حسب هذا التصنيف إلى أول شيء الكايلو مايكرونز، هذا أقل كثافة بمحتوى ليبيد عالي، عفوا هذا أعلى كثافة ومحتوى ليبيد قليل، very low density lipoprotein. ولو دنسيتي لايبوبروتين وهاي دنسيتي، هذا الهاي دنسيتي على الكثافة معناها شنو؟ أقل واحد محتوي شنو؟ بروتين. مو اتش دي ال، ده سامعين بي اتش دي ال ال دي ال. وهنا لو دنسيتي لايبوبروتين هذا
أقل من كثافة وأعلى محتوى دهون من هذا، وهذا very low density lipoprotein، هذا lipid content أعلى من البقية وأقل منهم كثافة، والكيلو مايكرونز هذا أقل هم كثافة وأعلى lipid content. هذا بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على الدنسيتي. لما نخلون البلازما وين؟ من ألترا سنترفيوجيشن. ألترا سنترفيوجيشن التصنيف الثاني، لما يخلون البلازما بجهاز آخر مثل الخلية الكهربائية. هذا شوفوا هاي شنو هي، هذه عبارة عن جل، مادة جل نحضرها باودر، نذوبها بمذيب معين، تراكيز ثابتة أو حسب حاجتنا. هذا الجل نخليه نذوبه ونصبه بقالب، قالب مستطيل. قبل ما نصب القالب نخلي شيء يشبه المشط، شيء يشبه المشط بيث حفر، ويلز يسموها ويلز، حفر عميقة عمودية. هذا الشيء من نصب القالب ويصلب الجل بعد 5 دقائق أو 10 دقائق نشيل المشط، تبقى شنو؟ تبقى الويلز محفورة. نجي نخلي بها السامبل، خلينا السامبل هنا هنا هنا، ونشيل الجل ونخليه بجهاز اسمه الكتروفوريسز، جهاز اسمه الكتروفوريسز، نخليه يعني مثل الخلية الكهربائية، نخليه بين قطبين موجب وسالب، منا محلول جهة سالبة ومنا جهة موجبة، ونطبق الكتريك كارنت تيار كهربائي نطبق عليه، ونخلي الليبد باتجاه جزء السالب، يعني الشحنة راح تنتقل من هذا الاتجاه من اليسار لليمين بهاي الحالة، وخلينا الليبد هنا. بعد فترة ربع ساعة 10 دقائق راح نشوف، باعتبار انه الليبد في شيء مشحون وبالاعتماد على كثافتها يتعدى بها شحنات، اعتماد على كثافتها بها البروتين، والبروتين شحنته سالبة. طبعا البروتين خدتوا له ما خدتوا هالمعلومة، البروتين طبيعته شحنته سالبة أغلبهم يعني. ورا فترة ربع ساعة راح نشوف الليبت هاي البلازما كونتنت راح يصير هنا تنفصل، مكوناتها تنفصل، هنا خط، هنا راح يبقى، وهنا وهنا وهنا. على أساس شنو؟ على أساس وزنه شقد كثافته، وعلى أساس شحنته السالبة، شحنته السالبة شقد محتوى البروتيني. بالنسبة لمحتوى البروتيني هنا بهاي الحالة منو راح يحكم على التصنيف؟ محتوى الليبيد، وهنا راح يحكم محتوى البروتينز، شقد بيه بروتين شقد بيه ليبيد على أساس شحن. ورا فترة راح نشوف تظهر لنا 4 خطوط، هذا وهذا وهذا وهذا. شو راح تصنف إلى شنو؟ ألفا ليبوبروتينز اللي هي هذه، هي تقابل HDL هاي density ليبوبروتين. يعني شنو؟ محتوى ليبيد أقل ومحتوى بروتين أعلى. مدام محتوى بروتين أعلى يعني شحنة أكبر، يعني حركة أكثر. هنا الثاني الأقل بروتين على ليبيد بري بيتا ليبوبروتين، راح يصير أقل منه محتوى بروتين وأعلى ليبيد، اعتبار أعلى ليبيد يعني حركته تصير أقل أثقل بليبيد أعلى، وشحنته أقل راح يصير حركته ما يتحرك بسرعة. هنا بيتا ليبوبروتين هذا قابل LDL لو دنسيتي، بروتين أعلى. هنا الكايلو مايكرونز، الكايلو مايكرونز هذا راح يبقى ما يتحرك. هذا التصنيف الثاني للليبوبروتينز، هذا شكل الليبوبروتينز بريفرال
ليبوبروتين انتجرال، هذا انتجرال ليبوبروتين، هذا نون بولر ليبيد ان ذا كور. شنو هي النون بولر؟ الترايجليسرايد الكوليسترول استر، وهذا الفوسفوليبيد، فوسفوليبيد وياها الفري كوليسترول، هذا موجود بصوره عرضيه. هذا هنا الهيد قلنا يصير للخارج والتيل للداخل، ليش؟ لان محيط البلازما اكيوس، اكيوس سوليوشن محيط مائي. Small amount of cholesterol ester and triglycerol are be found in the surface layer and a little free cholesterol in the core. هنا free cholesterol موجود وين؟ In the core. وهنا يعني أكفل أشياء قليلة من البولر موجودة على السطح، أشياء قليلة من البولر موجودة للداخل على مود توازن شحناتها. نجي هسه نعرف شنو المكونات البروتين الموجود ومكونات الليبد الموجودة بالليبوبروتين. The lipid، هسه نجي الليبد of lipoprotein. The lipid constituent of lipoprotein are أغلبها شنو؟ triglyceride. أغلب الليبد الموجودة بالليبوبروتين triglyceride، وشنو؟ free and esterified cholesterol، كوليسترول حر والاستر مالته، and phospholipids، هاي مكونات lipid of lipoprotein. The nonpolar triglyceride and cholesterol ester are usually present when in the core بالنواة of lipoprotein، بينما where is the polar phospholipid along with apoprotein should form the outer coat. Apoprotein ويا ذول الفوسفوليبيد شو تكون؟ غلاف الليبوبروتين. هي كنا على شكل كرات فيها غلاف وبها نواة. However the proportion of triglyceride والكوليسترول and phospholipid different in various lipoprotein. محتواها شنو نوعها؟ مثل هسه هذا phospholipid، شنو نوع الفاتي أسيد الموجود هنا؟ شنو نوع الكوليسترول هنا؟ كوليسترول أستر، هذا كوليسترول وياه فاتي أسيد بهيد وتيل، تشوفون؟ هذا هيد وهذا تيل، كوليسترول مرتبط باستر ويا فاتي اسيد. شنو نوع الفاتي اسيد الموجود هنا؟ طبعا تختلف هواي انواع، لهالسبب راح تصنف الليبوبروتين اصناف هواي. دكتوره التراي معناها ثلاثي؟ اي طبعا، مثل ما قلنا المحاضرات السابقه دايجليسرايد وترايجليسرايد والمونو اسيد، مونو اسيد داي اسيد خدناها لو ما خدناها؟ نعم دكتور. هم هذا تراي اسيد جليسرايد يعني ترايجليسرايد اللي هي الفات. تمام دكتور. نيوترال فات. هذا الجدول شوفون بي راح يصنف أول شيء نوع الليبوبروتين ومصدره وين موجود وقطره وكثافته ومكوناته من الليبد والبروتين نسبة المئوية ومحتوى الليبد الرئيسي شنو هو ونوع الأبو ليبوبروتين. هنا الكيلو مايكرون أغلب شيء وين موجود؟ إن انتستن. قطرة حوالي من 90 إلى 1000 نانومتر. كثافته جيت أقل من 95% جرام على المليلتر. محتوى من الليبيد البروتين جيت 1 إلى 2%، الليبيد 98 إلى 99% لبد. يعني شبيه هذا كثافته كلش شبيهة عائلة قليلة علاقة عكسية قليلة كلش قليلة. هذا very low، هذا very low density وهذا أقل منه
فيري فيري لو، يعني كثافته كلش قليل لان محتوى الليبيد عالي ومحتوى البروتين قليل. محتوى الليبيد الموجود باغلب شيء شنو هو؟ تراي اسيل كوليسترول. اغلب الليبيد الموجوده ب تراي اسيل كوليسترول. اصنافه شنو هو؟ اي 1 اي 2 الى اي 4 وبي 48 سي 1 وسي 2 وسي 3. قلنا الليبوبروتين تنقسم الى ليبوبروتين اي وبي وسي ودي واي واي اصناف. الانواع اللي تتضمن بهذا هاي الكيلومترون الاي والبي 48 والسي 1 والسي 2 والسي 3 والاي. نجي للثاني كيلوميكرون ريمننت، يعني الموجود بكميات اقل من المشترات. تابعين بالمشترات يعني او كيلوميكرون او مخلفات يعني في الصنف الثاني من عدها. وين موجود الكيلوميكرون ريمننت؟ موجود بالكيلوميكروز نفسها. قطرة وين؟ شقد؟ قطرة أقل. تشوفون هذا من 90 إلى 1000، هذا شقد قطرة؟ 45 إلى 105. كثافته أقل، كثافته زادت. ليش؟ محتوى البروتين زاد من 6 إلى 8. محتوى الليبيد قل. ليبيد كونتنت شنو؟ تراي أسيل كوليسترول وفوسفوليبيد وكوليسترول. يا انواع بي 48 واي. في ال دي ال فيري لو دنسيتي لايبوبروتين، موجود وين؟ ليفر ومرات بالانتستين. قطره بدا يقل من 30 الى 90. دنسيتي جاي يزيد وتبقى هناك تقريبا نفس هذا بالبروتين كونتنت من 7 إلى 10. ليبيد كونتنت جاي يقل. مكوناته تراي أسيل كوليسترول وهاي أنواعه بي 100 سي 1 سي 2 سي 3. ال دي ال هذا اي دي ال نوع من ال ال دي ال، مصدره شنو؟ في ال دي ال very low density، مصدره منها هذا نوع منها من هذا مصدره هذا يعني هذا موجود ضمن تركيب هذا يعني ضمن انواع هذا ويا موجود بالبلازما. قطره ايش قد جاي يقل القطر ويزيد الكثافه ويزيد محتوى البروتين ويقل محتوى الليبيد، تتغير انواع الليبيد. هاي انواع المطلوب منكم شنو حفظ؟ المصدر ما مطلوب. تشوفون بس ايدكم تفهمون انه القطر يقل بهاي الحاله، كل ما قلت كل ما زادت الكثافه يقل القطر. تشوفون الكثافه تزيد القطر يقل، ومحتوى البروتين يزيد ومحتوى الليبيد يقل. بس ها اريدكم تعرفوها. دكتوره ما نفهمها لو نحفظ الارقام؟ الارقام ما تنحفظ، ما الارقام ولا السورس اريده ولا اللي بدكم، بس اريدكم تعرفون هاي العلاقه. يقل القطر بزياده الكثافه ومحتوى البروتين يزيد بزياده الكثافه ومحتوى الليبيد يقل بزياده الكثافه، بس اريدكم تعرفوها. أرقام مش قد 10% 20% هذه ما عرفتكم تحفظوها، ما مطلوبة منكم. هذا الجدول تقريبا بس للفهم. هسه نجي الأبو بروتين أوف ليبوبروتين. أخذنا جزء الليبيد بالليبوبروتين، هسه ناخذ البروتين بورشن. البروتين بورشن بارت differs in various lipoprotein. طبعا مو نوع واحد، عدة أنواع. لهالسبب the composition part also differ among various lipoproteins. They are هناك five types of apoprotein. خمس أنواع A B C D E.
اي ابو بروتين اي مختصره ابو 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 اي ابو بي ابو سي ابو دي اند ابو اي خمس انواع بس هاي الانواع لها سب تايب انواع ثانويه تشوفون هنا B100, C1, C2, C3 هذا يعتمد على نوع الفاتي أسيد، نوع الليبيد كونتنت، اللي هسه راح يصنفوها عدة أصناف. هاي يسموها سب تايب. سب تايب أوف أبو أي وأبو بي وأبو سي شنو هي؟ A1, A2, B48, B100 and C1, C2, C3 respectively. دول الأنواع اللي هي sub type of apoprotein. The ApoP should be ApoP the largest of all apoprotein. ApoP هو أكبر واحد. أكبر واحد بالحجم. شنو عبارة عن شنو؟ It is a glycoprotein. يدخل وياه شنو؟ Sugar. ApoP اللي هو أكبر واحد مو بس بروتين غلايكوبروتين بروتين ويا شوغر contain سياليك أسيد قلناه بالمحاضرة السابقة مانوز وجلوكوز غلكتوز وفيوكوز غلايكوبروتين شنو بي أوليغوساكرايد الأوليغوساكرايد شنو هن سياليك أسيد مانوز جلوكوز غلكتوز and فيوكوز هذولي الجلايكو كونتنت اوف جلايكوبروتين اللي وين موجود بالابو بي ابو بي عفوا ذا كومبوزيشن اوف فيريوس ليبوبروتين موجوده وين بالجدول هذا الجدول 3 5 اكو انواع ثانيه اذر ليتل نود ابو بروتين شنو هي ابو اف ابو جي ابو جي ابو جي اند ابو اتش هاي أنواع رير كلش نادرة بس وتركيزها قليلة بس هي موجودة خلصنا التصنيف شنو الوظيفة هسه الفانكشن ليش موجودة بالبلازما شنو تشتغل الليبوبروتين ار انفولد ان ذا ترانسبورت اوف ليبيد ان ذا بودي وظيفتها شنو نقل الليبيد بالبودي نقل الليبيد خصوصا بالدم هو بالدم بالبلازما راح تنقل الدم من والى الكبد for liver from the liver to extra hepatic tissue هسه راح نشوف شنو وظيفة كل واحد the chylomicron الكايلوميكرونز they are transport of dietary اللي نحصل عليها من الدايت من الغذاء or exogenous الخارجية the dietary or exogenous triglyceride تنقلها from intestine to liver تاخذ الليبيد من from intestine توديها to liver VLDL very low density lipoprotein شنو وظيفته هذا involved in transport of endogenous لا بالعكس endogenous triglyceride يعني شنو endogenous مو الناتجة من الغذاء اللي متخلقة داخل الجسم from liver to extra hepatic tissue من الليفر extra hepatic يعني بقية أسجة الجسم extra hepatic يعني مو الكبدية الأسجة الثانية extra hepatic اللي هي خارج الكبد اللي هي مو كبدية الأول والثاني شنو شغلهم على الترايجليسرايد هذا على الاكسوجينيوس ترايجليسرايد الكيلومايكرون والفي ال دي ال على يشتغل على شنو اندوجينيوس ترايجليسرايد اللو دنسيتي ال دي ال ذا ميجر فيكل الناقل الرئيسي فور ترانسبورت اوف كوليسترول فروم ليفر تو اكسترا هيباتيك تشو ينقل شنو الكوليسترول فروم ليفر من الكبد البقية أسجة الجسم extra hepatic tissues ال HDL high density lipoprotein is the major vehicle
الناقل الرئيسي for transport of cholesterol from extrahepatic tissue to liver. ينقل الكوليسترول من الجسم يوديه to liver. ال LDL وال HDL شغلهم شنو؟ شغلهم شنو؟ شغلهم على الكوليسترول. هسه هنا بال LDL وال HDL منو يقلل الكوليسترول بالدم وبالجسم؟ HDL؟ ال HDL ينقله من الجسم يوديه عن طريق الدم يوديه للليفر. لهالسبب يسموه هذا ال HDL النافع يسموه مفيد. اذا صعدت نسبته بالبلازما يعني فد شيء بوزيتيف فد شيء زين. البقيه اذا صعدت نسبهم يعني حاله مرضيه تصير. هذا يسموه المفيد النافع يسموه. The other noteworthy function of lipoprotein إلها وظائف ثانية تم ملاحظتها. شنو وظيفتها؟ Important for synthesis and degradation of lipoprotein. اللايبوبروتين نفسه مهمة بعملية تدخل يعني بعملية تخليق وتحطيم اللايبوبروتين synthesis and degradation of lipoprotein نفسه. وأيضا ممكن أن تسلك act as activator or inhibitor. خدتوا الانهبيشن الانزيم activation خدتوه ولا لا؟ لا دكتورة ما خذينا. الانزيم مرات يصير بحالة inactive غير فعال. يحتاج شنو؟ يحتاج structure يرتبط وياه، اما يغير تركيبه او يقلل شحنات بيه او يهيئ مكان على مود السبستريت تجي ويا الانزيم ويصير تفاعل. فهاي المواد يسموها انهبيتر او عفوا اكتيفيتر منشطات. مرات نخلص من التفاعل نحتاج ننهي هذا التفاعل بعد ما يحتاج الجسم بهاي اللحظه، فترتبط وياها مواد تغير تركيب الانزيم او تاخذ شحنه من عنده او تنطيه شحنه بحيث تخليه غير فعال. متى ترتبط السبستريت متى ترتبط به؟ شو يسموها؟ الانهبيتر منشطات او مثبطات of some enzyme. شنو هي الليبوبروتين؟ وظيفتها أحيانا نصير منشطات أو مثبطات لبعض الإنزيمات associated with lipid metabolism. أحيانا نحتاج ننهي تفاعل، ننهي سايكل، ننهي باث. يجي الليبوبروتين أو الليبوبروتين يجي يرتبط ويا الإنزيم يثبط فعاليته. خلاص انتهى التفاعل. او مرات الانزيم هو انكتيف غير فعال، يجي الابوبروتين يرتبط وياه يسوي له تنشيط ينشط الانزيم على مود يشتغل. خلصنا هسه من الليبوبروتين وظيفتها وتصنيفها وشغلها. نجي هسه لاخر موضوع اللي هو ليبيد لاير ومايسيلز والليبوبروتين. طبقات الليبيد شلون تصير؟ اما احاديه او ثنائيه او شكل قطرات مثل ما يصير او شكل كرات، كره بها ليبيد وبها بروتين مثل الليبوبروتين. الليبيد مثل ايش؟ مثل تريجليسرايد. تريجليسرايد يعني جلسرول وثري فاتي أسيد. جلسرول وثري فاتي أسيد يعني no charge ما بيها شحنة. lipid like تريجليسرول أو تريجليسرايد اللي هي اسمها الثاني تريأسيل جلسرول. شبيها
are insoluble in water. هذا اتفقنا عليه لو لا؟ اتفقنا عليه انه هي غير ذابه في الماء because they are contain non-polar polar hydrophobic hydrocarbon chain. ما بيها hydrocarbon chain، بيها شنو؟ ما بيها شحنة. ايش تحتوي السلسلة الهيدروكربونية الجانبية؟ نون بولر هيدروفوبيك هيدروكربون تشين. ايش بيها؟ ما بيها شحنة، لها سبب تصير هيدروفوبيك كارهة للماء، لها سبب انسوليبل ان ووتر. نفس الشيء الجليسرول ما بي تشارج، are also insoluble in water because hydrophobic steroid nucleus. Steroid nucleus ما أخذنا المحاضرة السابقة بس هيدروكربون، يعني باعتبار هي ألكان. Steroid nucleus اللي ما بيها OH وما بيها double bond مثل الجليسرول، بس CH2 يعني ما بيها شنو؟ ما بيها شحنة، لها سبب تصير غير ذابة في الماء. أكو مصطلح اسمه amphipathic molecules. amphipathic شنو هو هذا amphipathic؟ يقول lipids like cholesterol والphospholipid and bile salt شبيها contain both. إيش تحتوي؟ water soluble polar head group and water insoluble polar tail. شبيها جزء head وجزء تيل. مثل ايش؟ كوليسترول. كوليسترول ايش بيه؟ شنو محتوى كوليسترول؟ بي او اتش مثل ما قلنا وبي دبل بوند، يعني بي شنو؟ بي جزء يمكن يتجاذب ويا الماء، يسموه هيدروفيليك بولر، بي جزء بولر هيدروفيليك يحب الماء. فوسفوليبيد بيها مجموعة فوسفيت بيها تشارج. بايل سولت أملاح الصفراء، فاتي أسد وياها ملح وياها ميتل، أملاح الصفراء. شبيهة تتكون من جزئين، تتكون من هيد تتكون من تيل. الهيد هيدروفيليك يحب الماء بولر، والتيل يصير هيدروفوبيك نون بولر هايد كاره للماء. السبب هذا يعطيها very different kind of group molecules. السبب راح يسموها amphipathic molecules. بيها جزء يحب الماء hydrophilic وجزء يكره الماء hydrophobic. السبب يسموها amphipathic. amphipathic هذا مصطلح amphipathic، يعني المركب بيه جزء polar وجزء non-polar. جزء ممكن يصير contact with water، جزء ويا كونتاكت ويا اللي بد أو يصير كاره للبوء. نجي الأول صنف. هذا الحكي هذا كان شنو؟ مقدمة. أول صنف شنو هو؟ ليبيد مونولاير. يمتى الليبيد تصير طبقة واحدة مونولاير؟ وين amphipathic molecule مثل إيش؟ like phospholipid. phospholipid two fatty acid جلسرول مجموعة فوسفات وقاعدة انتروجيني كولين انستول كحول ثاني. وين موجودة؟ وين موجودة؟ بالووتر. هذا amphipathic. أم الجزئين أم الهيدروفوبيك والهيدروفيليك موجودة بالماء. مثل إيش؟ مثل الفوسفوليبيد. إيش راح يصير بيها؟ their polar head group هذه الجزء البولر الهيد ايش راح يصير له؟ orientation. orient يصير له توجه. الجزء البولر ايش راح يصير؟ المحب للماء orient toward water face، يعني يتجه باتجاه الماء. and the hydrophobic tail، التيلز هذه اللي ما تحب الماء الهيدروفوبيك ما مشحونه، راح يصير لها oriented toward air، تبتعد عن الماء تتجه نحو الهواء. As a result unimolecular lipid layer طبقة lipid أحادية الجزيئة unimolecular
is formed at water-air interface. أنا شفت الأخير. هذا lipid monolayer. هذا محيط الأير وهذا water. كأنما عندنا كوب مي وكوب خلينا مثلا نصه مي وخلينا بي الأنفيبادك موليكيول فوسفوليبيد خلينا بي كمية قليلة. ايش راح تصير؟ راح تستقر بالسطح مذوب الماء، راح تستقر على السطح. جزء الهيد اللي بيها الشحنة مجموعة الفوسفات راح تتجه باتجاه الماء. الفاتي أسيد ايش راح يصير؟ باتجاه الهواء تبتعد عن الماء، راح يصير بهذا الشكل. هذا ليبيد مونولاير. هنا نجي للمايسيل. المايسيل لما شو نسوي؟ نفس الكوب مات المي نخلي بيه فوسفوليبيد بس بتركيز ما يكفي حتى نكون طبقة. تركيز قليل ما يكفي حتى تكون طبقة. هاي الحالة اللي بديش راح تسوي؟ ايش راح تسوي بنفسها حتى تبتعد عن الماء جزء الهيدروفوبيك؟ وين انفاث راح يصير على شكل سيرفس بول سيرفس، يعني تكون كرات بولز. يعني دكتور تدف على نفسه؟ هسه راح نشوف بالضبط. When amphibatic lipid are present beyond a critical concentration in aqueous medium. لما تكون تراكيز كلش قليلة ما تكفي حتى تكون طبقة. They aggregate into sphere. تتجمع على شكل شنو؟ سطوح كروية. Spheres. The sphere aggregates of the amphibatic lipids. شو يسموها؟ micelles. هاي الكرات يسموها micelles. In the sphere shape, micelles. شبيها؟ هاي micelles. إذا مذابة بيمة مذابة بالإكيوس بالمي محيط مائي. The polar head group of amphibatic lipid. وين يصير الهيد؟ In the exterior. يصير وين؟ الخارج. Where is the non-polar tail are in the interior. Non-polar يصير للداخل والpolar الهيد يصير للخارج. مثالها شنو؟ bile salt. bile salt من تتواجد وين؟ بال تراكيز قليلة بالجسم أملاح الصفراء ما تكفي حتى تكون لاير كاملة. الهسبب شو تكون؟ تكون micelles. هاي micelles. هاي micelles. شوفوها. هاي micelles. الهيد جروب صار in the exterior. التيل صايرة interior. لما هاي المايسيلز نفسها نخليها وين؟ in fat solution. نذوبها بالليبد. شو راح يصير لها؟ inside out. نفس هالمايسيلز لما تذوب بمحيط دهني ليبد شو راح يصير لها؟ تبقى الهيد للخارج؟ لا، الهيد ما يحب الليبد. ايش راح يصير؟ انسايد اوت. التيل يصير اكستراير والهيد يصير انتراير. امثال مثالها شنو؟ البايل سيلت. نجي هسه الموضوع اسمه ليبيد بايلاير. شنو ليبيد بايلاير؟ when phospholipid are present in water oil mixture. عندنا water و oil مزيج كوب، خلينا نقول كوب، خلينا بيه مي وخلينا بيه oil وجبنا phospholipid. their polar head group oriented toward water. الهيد جروب تتجه نحو الواتر. add non polar tail toward شنو؟ الاويل.
نتيجة هذا شنو؟ As a result تتكون lipid bilayer is formed. هاي lipid bilayer عندنا شنو؟ هنا أوضح هاي lipid bilayer. هنا عندنا السوليوشن شنو هو؟ water وفات. المحيط الموجود شنو؟ water وفات. خلينا بي شنو؟ خلينا بي فوسفوليبيد. راح تكون ليبيد باي لاير. طبعا تراكيز زينة يعني كيف تكون لاير؟ ايش راح تكون؟ ليبيد باي لاير. الهيد يتجه نحو الماء والتيل يتجه نحو شنو؟ الفات. تكونت ليبيد باي لاير. Lipid bilayer formed even in the absence of oil fat, oil phases because of hydrophobic interaction. هاي بحالة إذا عندنا مزيج water fat. بس إذا قلنا إذا التراكيز عالية هاي lipid bilayer تتكون حتى بغياب شنو؟ بغياب الفات. حتى إذا ما عندنا فات بس ووتر وعندنا تراكيز عالية إيش راح يصير؟ هذا هنا هذا تيل ويا هذا التيل وهذا التيل ويا هذا التيل راح يصير انتراكشن تجاذب هيدروفوبي يسموه. لو ماخذين شوية انزيم بصورة مفصلة راح تعرفون فاندرفالت فورسز هيدروفوبيك انتراكشن هيدروجين بوند هاي يسمونها عوامل الثبت المركب. هنا أنا هاينا راح يصير تجاذب بين هذا التيل وهذا التيل هذا التيل هذا التيل يسموه hydrophobic interaction. سام هذا hydrophobic interaction التيل يتجه نحو التيل الهيد يبقى للخارج. هاي سكونت lipid bilayer. أخذتوا cell membrane بالبيولوجي؟ لا يا حبنا. شنو مكونات السيل ممبرين؟ بروتين وليبيد. الليبيد شنو هو؟ طبيعته شنو؟ فوسفوليبيد باي لاير. الليبيد باي لاير بهاي الحالة. الليبيد باي لاير is basic structure of cell membrane. عفوا دكتورة إذا ممكن سؤال. باعتبار هسه احنا قلنا إذا كانت تراكيز من عنده عالية حتى لو بس وتر راح تصير عندنا طبقة ثنائية باي لاير. إيه إذا تراكيز متوسطة مو كريتيكال تكون مونولاير. يعني اذا مونولاير تكون اذا تراكيز متوسطه او واطي. واذا كان ما عندنا اذا ما عندنا هواء ما عندنا اير داخل الجسم ما عندنا اير في المحيط كله اكيوس ايش راح يصير هاي الحاله؟ طبيعي يصير ليبيد باي لاير. احنا هنا بالحاله الليبيد مونولاير وين تكونت؟ تشوفون هنا إذا عندنا ميكس شنو؟ ليبيد مولاير اير هواء اير ووتر تكونت شنو؟ مثل ما شبهناها كوب بمي خلينا بيه ليبيد. داخل الجسم ماكو الاير اير فيس ماكو اير فكل موجود موجود بس ووتر بس بلازما بلازما اكيوس سوليوشن هو اير قصدي ووتر راح تكون أغلبها شنو؟ ماكو مونولاير داخل الجسم. عندنا ماي سيلز مونولاير. وعندنا شنو؟ وعندنا دبل باي لاير. المونولاير هاي على مود نوضح بس. شلون تتكون مونولاير؟ فهمتيني؟ فهمتي؟ إي دكتور شكرا. أوكي. هسه نجي للمايسيلز. هاي المايسيلز مثل ما اخذناها قلنا هي سفيرز. ميكس مايسيلز ما راح نلحق.
فلهنا كافي، قلنا ما ناخذ المحاضرة كلها، اتفقنا على هذا الشيء؟ هاي هذا جزء من الباقي، لأن المحاضرة ما راح ناخذه. اوريدي انتم راح تاخذوه. وين؟ المرحلة الثانية، فما له داعي التكرار. هذا الجزء ما راح ناخذه وما راح نلحق إلى أصلا. هنا ننهي موضوع اللبد.